أتوجه لضيفي عبر سكايب السيد محمود بشاري الكعبي الأمين العام الأسبق للجبهة العربية لتحرير الأحواز. سيد الكعبي، فيما يتعلق بهذه المقرات العسكرية، مقرات للقادة العسكريين في الحرس الثوري وفي الميليشيات الإيرانية، ما الذي يعنيه أن يتم استهدافها بهذه الطريقة؟ تحياتي لحضرتك والأستاذنا في يعني الفضائية المحترمة وكافة مشاهديكم الكرام. سيد الفاضل، هم عندهم استراتيجية خاصة ومبدأهم بين تصدير الثورة بعد 2003. نعم، تكاملت هاي يعني تصدير الثورة بعد احتلالهم للعراق ولسوريا وللبنان واليمن وإلى آخره، فبدأوا يعني يأسسون مؤسساتهم الاستراتيجية حتى يسيطرون على المنطقة ويحتلون الأراضي الأخرى. بمعنى هم اليوم صراعهم مع العالم صراع خارج الخارطة بما تسمى إيران. بالتأكيد هم كل استراتيجيتهم اليوم في العراق، وهنالك أكو منطقة تسمى بجرف الصخر. جرف الصخر لا أحد يتمكن يصل له، حتى أعتقد التحالف الدولي والعالم كله لا يصل لهذا المكان، حيث منطقة حساسة جدا واستراتيجية، وعندهم الأسلحة الثقيلة مكدسة حدودها مع سوريا. فلهذا يعني هم فعلا المعركة خارج حدود إيران نقولها، وتمكنوا ان يسيطرون على هذه المنطقه، ولديهم يعني الاذرع او الناس اللي تفضلتوا عنهم من الميليشيات في كل مكان. هم اليوم البديل اللي قاعدين، اولا اذا انقتلوا او شيء راح من عندهم ما يخسر ايران، اذا يخسر 10 فبالتاكيد سوريا تخسر بالالاف والعراق يخسرون بالالاف، والى هذه يستخدمون البشر دفاعا عن يعني عقيدتهم واستراتيجيتهم. اما هذه الصواريخ منها وهناك، هذه متوقعه بأن أسلحتهم اليوم نقلوها بشكل مباشر وغير مباشر لكافة هذه الدول، وثم تذهب عن طريق حلفائهم يعني مطارات سوريا أو لبنان أو دول أخرى إلى حلفائهم مثل الروس وغير الروس. بمعنى اليوم هم مسيطرين في المنطقة، وهذا كله تحصيل حاصل مجرد اتهامات وحديث وابتزاز وإلى آخره، ولكن الحقيقة لابد أن يتخذون قرار صارم، يعني قرار صارم كما ذكرنا أكثر من مرة، حيث هذا النظام لا يرد في يعني في المجاملة أو بالمؤتمرات أو بال يعني فرض عقوبات على شخص ما إلى آخره. وهكذا حضرتك سيد العارفين، وشوف بأن يستخدمون كل الوسائل في الشعوب اللي فعلا ترزح تحت الإدارة مالتهم، لا يعيرون أهمية بالإنسان. فلهذا الصاروخ من هنا وهناك، نعم ما يضر بلاد فارس، ولكن هو يضر البلد اللي يعني ميليشياتهم مسيطره بيه، وسيطروا على سوريا وسيطروا على العراق كله.